وهلأ حضر حالك لتموت. سمو الأميرة، رؤيا سمو الأميرة ما بقى تواجهي أي خطر. شوفي أنا قتلتهم. تسمحي لي أقلك شي؟ ما بيلبق لك أبداً أنك تبكي. شو عم بيعمل؟ شو عم بيعمل هالأهبل الغبي؟ عنده مهمة محددة وليك وين صار هلأ؟ علاء الدين ما لازم تهتم إلا بسيف النار وبالحجر الأحمر، ما عدا هول كل شي بتعمله ما بيفيدك. بس مش كل الناس أنانية مثلك أنت يا جعفر. لو شو ما عملوا بالدنيا الأشرار يلي مثلك، ما بتقدر تسرق طيبة القلب من علاء الدين بحياتك. باللحظة اللي رح أحصل فيها على مصباح برجمان السحري، مش بس رح أسرق طيبة القلب من علاء الدين، رح اسرق حياته كمان. تحرك على الدين، انت وعدت انه تأمن علاج لمرض عمك يلي ما له علاج. اكلت لحوم البشر كانوا كتير مفترسين، بس انا قتلتهم تلاتتهم. قتلت اكلت لحوم البشر التلاتي لحالك؟ ايه، وهلأ ما في داعي تخافي من حدا. طلع الضوء، بس بعد ما عرفنا إذا كانوا شعب العتم الأسود موجودين هون أو لا. موجودين هون. شو؟ وإنت شو عرفك؟ لأنه نحن شعب العتم الأسود. الهدف كان قدام عيوننا، نحن عم نفتش عليه. وين بيكون مكانة؟ جاوبينا، قولي لي وين بيتكن، وين ساكنين شعب العتم الأسود؟ جاوبينا، وين ساكنين أنتو؟ رؤيا زكي، قولي لي وين ساكنين؟ جاوبينا هلأ. طيب قولي لي أنت وين ساكنة؟ رؤيا زكي، البنت خايفة. زكي، رؤيا زكي، أنا عم بسألك سؤال، بدي إياك تجاوبينا، وين ساكنة؟ قولي لي وين ساكنة؟ جاوبينا، رد علي. خلص يا زكي، شو استفدت من انك صرخت علي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.